كوليل iyo cabitaanka powerka oo mid walba si gooni loo isticmaalo caadi aha laakiin markii la isku daro wax badan ay sheegayaan qofkii uu shidaa macna qofkii macna wuxuu ka helayaa wax si maaragtay sheegay يعني إنه أكتف نغناه خف هو مارك تدارنا وحس معناه ده وحي موجينا مارك إنه رياكشن كان وكذا عايز كده كلا بدل ما مادو خمر جا إيوه أصنام تلعبوا إيوه حالي هذا قمارك كل جد وعمل الشيطان مارك الشيطان كي شقدي شيء أموال قويسس أو قمارك إيوه أما بالوداه كبر بري بدنا ويجيران كيسس إنسو جار أم بما بقى هنا أيوه أسقبي قارقود برتا خاصة هذا الشيء شدوا كلام مركيتي ملي إن قبل بدنا برتاي بل وده يزيند واسكو أقلون واسكو حرينهم قفكو حلقي أبا مالين وتبتقى وكسو قيلة ما قفكو أبا عدة لجوكت أو محاية طول أساقاني أو بسي شرع الدهراء وصو استعمالا أبا لصو طولتو وحاج جري عبتانو أو أن دبات قارعة سببين هذه كل قدر الاستعمال لكن مركا بريهان مركا داوين كلام عبتانو كلا اسكو ضرو ay keen karaan in mar doori ahaan loo isticmaalo sheekada horta run miya maxaa ka jiro arinkaasi een salaahan bariyan waxa aad baraha bulshada ugu soo batay een nanac kuleel iyo cabitaanka powerka oo mid walba si gooni loo isticmaalo caadi aha laakiin markii la isku daro wax badan ay sheegayaan marka arinka maxaa run ka ah een aad ma santahay een horta waan arkay dad social media wada mal kul min qof isticmaalay لكن سبوت مركان ضل مرة فرت عاديا وحيابها الله استعمالها يو كيميكال كيميكال سواي حتى عن تضا عبيتان كالعبة حتى كيميكال سواي ما دوينه كسميسية هدي مركا مثلا يعني ما دذان كل جيد هدي فورموليشن كي كسميسية أنت مركا لفيريو هدي كل اللي استعمالها أنا نبلا هين أو هدي اللي قدر ما دكلا لو كانوا أي رياكشن تضعه وحلوه فل كيميكالات تضعه كدب وكسب بها برودكت عصب أما وح عصب معناها أو له سامين كدوان سامين تكون وحنا إلى هين هذه سكة قار لوكال استعمال لها أنا إعادتها مركب وح كستة أو بدلها يا طبعا وح كستة أو معناها لا استعماله وح كدوان وجدوين لو سمي ترى عند داوينك وجدوين لو سمي وح كدوان الله استعمال عبيتان كي عنادي الاستعمال حتى هاد وقفك وجدك لو استعماله درجة بيوس الله يقانا يعني هذا مثلا عبيتان كان شيء يصير مركه هربا عبيتان هذا انرجي زائد واح بدن زياده لقى شيء جاي ومركه هذا هربا واح كسب فورمولاشن كود او لا دور هاي كم اذا هاي مركه يجي دوين يعني وحاس هاي دي لوسي در ما دوين كله رياكشن او كذا شو قفك استعمالها مركه ده بدن دوين مركه اللي استعمالها يو وحاله سو مرسي وحاله كلينيكال ترايل ضدك ضد ولا صوت ايجابيه كدي بقى القيمه يا حساره فكتيريه محي دبات ليه محي فائده ليه لكن واحد وقف وأنا مش قادر يسأهين وسكودر درسدي مركي مثلاً وحون أفكت أكيد ماذا لباتوين كمركز موقع تحكم بدل لباتوين كقرصن وإيش إيه قلت لك كبر روك سنين ليه كرت حبنا هذا قار كم إذا هنا يشقد استعي كرت كليها أكلت يبارك أكل وحنا أمي مثلاً طبعاً وواحد كست ومعناها جيرك أنا مرايا أما لقى إكسكريت جري لقى قشن سعر أما لو فلتر جري بارك أكل شقد أوقبت إيته لباتوين مركز حبنا هاسين ووجيه دونا هذي مركة أي كينا يا وح أو معناها قفك وبدل أما هرديسي أما مس من ثالث تجيسي أما بيهيفر كيسي أما رغن كيسي يعني حركتك بدلين وحاس وحواي وح أو معركة إيش هيك سايكو أكتيف دراجس وحيابها الله إيه نو جلس أنا كا أنا استعمالت بدل الحلو شجع يعني أدو ديزاين مرحلة ضاها كجيران وكله على ما ضاها كم التاس صح؟ أوكي مركة واد أوجد ده مركة معناها قفك وشذا معناه قفك يا معناه حكي هلا يا وح سي معركة إيش هيك يعني إنه أكتف نغناه خف وما ركت دارنا ويعني ما فهمت مركا واحد معناه ده وحي موجينا مركا إنه رياكشن كان وكذا عايز كده كلا بدل ما مادو إنه وح وسامين عصب سامين وياي مركا عبا أنت عايز أو ديتيل إن لو بارو مركا كيف مكان كسر كده داري وحي كذا شيء يو معناه مادو إيه نقدين كدي من الدراسة أو سي أو ما ركتي فارماسيوتيكالي لو دراسة ده وأهل لو دراسة أستاذ فاطمة مركا لقال لا يو دي لتعرفينا بنتو كله وشيء لقيا وحاهن لشيءه ساس عمل دولمي وكل مركل قاعد لا وضعه غير وضعه شيء في غير محلي اختار كده حلو ليها دواء ذي بحنا هنا دلوا استعمال أرجع محقق داري كرتا هذه رنتي أرتا خمرجة الله سكح الله حرام تأه الدين تنجر طبع وحق وكسر من سير شيء حلال وع أنا بي وحلا سكو قميري وع لما دوين كل سكو داري وح كتر شيء أيا وحي كان إنه قف كمان كيش الدوري
تي ايا لو حارنتين مي حدي ما انت ان عقليل يبيعد ابا واخ كلا واخ انت لا اسكو درو واخ ولبو او مانك دورينايه حداي ربان ها كسميسنادان عانه يبيي ان وا حرام وخي غلا حديثك النبي عليه الصلاه والسلام او كل مسكرن حرام شيغان marka qamrada laftirkeeduba wax fiican ay markay kaligaad kala tahay tahay inta la qamirinayna qamri isku bedelin marka in wax kasta marka waxay galaayaan qaanadaas waxay ka sameysan yihiin iyo dhibaato ma ka dhalanayna maba jirto dhibaato qamriga dhiba ka dhalanay waxa loo reebaba ah inuu dhib dhalinayo marka ugu horeysabo marka qamriga dhibkiisa badan wax kasta marka la isku darane hadaw ka dhasho maan doorin ayaguna qamrigaasi booskiisa jooga تر نحن مقرن سفر سمعار أو أديك سنة يعني دتك استعمال أم بالودة سيدا داوين كعادي كأها أو داوين نقض مندورية كلي كره هذا داوين كاس وحمة كتير ما مكرتا أو سالها داو عادي واي مركي أو نختار كأما سيدا هذا عشان كتيبة أو لو تلقى استعمال يو وحياة وقارة لكن وحي وحن إيه ندلو استعمال نقنا يعني وح أو مندورية هل إلا محاكت المامي كرتاو بلشاد؟ بديهين داوين فربادانا داوين كجروب أو معنا داوين كإريكشن كالنغضة أما بالودة النغضة معنا داوين كلا استعماله دان أو عافمات الله استعماله نكونا وحاواي أدكتف نانا أدكتف يكوى أدكتف أما سيكال هدي لو ديقو حالو يقانا صفت دراج إيه هاد دراج اللوك القيبية صفت دراج وحاواي داو كستا ومر كلا استعماله آنا نقونينين وحلق باتمايو مجتمع يقف كاستعمالها أنا أنبكو أهين صف درج الله معنا هاد درجنا وحالها داو كستا وقف كي وقبطي معيو ومعنا أريك تقول نخونا غاي بلود كنا غنا عيو هدي واستعمالنا ضد كي أسرق بديبات قوي ديبات مرك اللي معنا ده حواي أسرق ممان كيس بدل عيو أبرق كيس بدل عيو ده بعد كيس بدل عيو سو كدبنا وحب الله وإنه ضد كديبات عيو ومعنا مجتمع وكسر الله معنا هذو حتى قف كالين كل هاي ومضى الحديدة كالين تيو جبايا شغل وغبي جري وجبايا وحنا غرق مركز سؤال دوين كذا عن سؤال سوقات وعد عد كله عن كوا هكمل دوين لا استعماله حنا نضى دولة ده بير جبلين أو كلاته عد لا استعماله يجوا حبي قانا بير جبلين ما قاعد استعماله ها بير جبلين دولة الله هذو حكم دوين كوبا ده هذا نمبر كود ضدك أنا أرجنه إنه إما هذا أو دوين كاس إريك تكون قضي عد وبديهن يعني داو مركز هر حنون نظر الله استعماله نعرفه الحريرة لو تلقى له هاي ومركز هر نخاطرته أي قرآن وعادي لا يقانه لكن يجا وحي استعماله يان ليك شريكي وحي معنا هردي يحال ذي كلا تو أنت كهالدهني بل وذي إنه قانا كدي من جوكت استعماله هدي سر استعمالي ما أنت صبر حنون ما أنت حال الدود عادي ما نقانا يسو مسيح حنا يان أنت معنا يان وقف كنا وقف قصنا ونقانا معنا sabtoo ta jirkiisa ayaa dibadan ku noqdo jirkiisa ku xiran jirkiisa ma shaqeyn karo haddii san daawada isticmaale marka qaabab kale looga saar way jiraan daawada salaawa sare daawayn kale waa weyn waa jiraan bitidin mid leeyahay oo kale la fikirayo xitaa pain killer waa waxaan u baabiye waa kuwa la isku duro meesha bergebelinta ay kuwa la cunay tahay kliniga ah iyada kuwa la isku duro waa bitidin tramadolka ka sii weynta tramadolka iyo ku xigta level ka sii sareeyo waa iyada mid ka sii weyna jirto morphine la doon inkastoo wadankeena kuwa badna daweyn hurd ha daweyn hurd waaye oo macna waxa ka tirsan yiin family la isku dhaho opioids daweyn kala dhaho kamidin kuwaas marka waxa lagu talagalay caadiyan waxa lagu talagalay daweynkaas yaani xanuun baabi iyal waay waxa loo yaqaan narcotic analgesics allah macna dadka qaar kood waxa lagu talagalay xanuun daran u haya qofka in la siiyo una saaxdo waxa lagu talagalay qof heer cirbada inay qaataan gaaraan كمل وعربض واي وواحد لسكوت دروا واي إذا هذا قف كسيء وذا سيء وذا سيء ما كده محوق حوق وجود به إنه كل وجود به إذا نبأ مورفين وجود مورفين ده وكل أد وحوق بدن واي وكسي سريسه ما بدنا ضد كا استعماله هذا ودنا كان قوما لكن أصلاً دوين كاسو حلاوة تلقى لي مرحلة جار ودكتور خرايو وعف ما الحرير ولا كنتر ولا قعنت على وجهها استعمالك وذا نتريده ده ما بديه بكان كمرك لسينا يعني مركز وكل الظروف تاجن waa lagu xalay ma han wax oo joogta la wadi kara ma kusa dib u dal la wado qofka jirkiisa la qabsamay hadii la cala ay dhacdo oo under medical supervision oo ay dhaqtar qofka gacanta ku haayo oo daawada erigti gareen karo waa laga soo saari kara hada anaga dadkan ku sheegayna mar walba waa manage gareyna waxaan ku guuleysanaa in daawada ay aan ka dhaqno ka dhaqid oo iska eray iska shacab baxay waay laakiin macna tafalabil waxa laga dhaqi maayo daawada si tartiib tartiib oo tadriji ah jirka looga saaraa macnaha qofka waa loo tababaraa qaabkaas
loogu daweynayo xalka laga helay ustaada agaasima faadumo calle xiriir intee laga ka dhaxay karo daawooyinka ama maandooriyaha iyo qamaarka oo isagana ah marxalad kale oo qayb ka ah waxa aan ka hadlayno ama mowduuc aan ka hadlayno oo ah mowduuc beryahan zaad ugu soo batay dhibaatana ka dhalatay oo bulshadii aad ugu wareereen الله سبحانه وتعالى مركو وحن ريباي خمر يا قمار كهل قانضة أسلقلي إيه أصنام تلا عبوداي قانضة أسكول الجيران مدمو مدا أوكينا أو كت على نايو يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجز من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون عاد ساسهيد معناها خمر iyo maxaa la yiraahdaa iyo qamaarka ilaahay isku xujiyay taasa marka waxay daliil u tahay in waa isku hooyo aabo waana amal shaydaan khamriga iyo asnaanta la caabudo iyo maxaa la yiraahdaa qamaarka kulligood waa amal shaydaan marka shaydaanka shaqadiisi uu waa كل مركا عدة هوشان هاي السنة وشقى على الشيطان أيضاً ما يسأقو لكن الشيطان هو شقين وساء نار ووضو ماشي مركا اللقية وإله سبحانه وتعالى مركا كهدلاي كمصما وإن وحن واي ملغصما هؤلاء وانين على الله هدنا ديد مكا للوحجي ومركاس أيا الليبانيسين معناها وحيد تسينيسا عد كستو وماندوري استعماشو قمر ديش إنيسن الليبان هلكرين waayol ayaga labadan shay ee libaanti ka hortaagan markii la sheegay labada shay waxay la mid yihiin oo kale dadkii asnaanta caabudaayo ilaahay beeniyay laftirkeeda ay ka adhow yihiin oo waa qaanaday isku qaanaday ku jiraan marka waa amal shaydaan oo isku xiran in shaydaanka marka haduu mid qofkan ku soo shaqaaleeyo midka kale waa ugu dara barito waxay ku tagi doonaan inay asnaanta caabudaan waxaan jaran jaro waa marka waa isleeyeen marka agaasimaha waaxda qoyska iyo caruurta qoysas oo qamaarka iyo ama balwadaha ku burburay badana way jiraan kiisas idin soo gaar sidee marka isleedahay inay ka digtoonaadana ugu fiican reerahaasi ku burburay horta qoysaska soomaaliyeed mushkil weyn hadda ka jirto midda loo jeedo midda qarsana ka badan qoysaska Soomaaliya dawladnimadeedii markay burburtay ee la burbureen dawladnimada waa la soo kabkabo meel fiican hadda joognaaho maalinba meela jaranjara la soo kor loo soo socdaa laakiin qoyska maba lagu mashquulsano barti sidii guriyaha iyo u dudumeen oo madaficdu u dudumisay ayuu qoysasku ha qoysasku noocaas oo kale u dudsan yihiin waxay u baahan tahay marka qoys markii la dhisaayo shaysan waxaan u dhicin markii horeba waxa loo sameeyay wax tixraac meel la raaco tilmaamo waxa la dhahay gabadha saas ee guurso gabadha wiilka saasana gabadhiina siisto oo waxaas marka balwaddu waxay ka mid tahay waxyaabaha guurka looga diiday dadka qoys haddii nin balwad leh gabadh haddaa siisata waa qeyr mas'uul kaas ma meel ma geynaayo waxaa dhacaysa marka dadka markay dhalinyaradii yihiin amba waalidiinta qaar ayagaaba balwaddu isticmaalo muhiim weyn uma arkaan qoysaska marka ay isku tagaan horta waxa musiibada ugu weyn labada qof markay balwada leeyihiin markaas gurigaasna waa baabaay ilmahaasna waa baabeen markii qofkood leeyahay marka xumbaha iyo xiisaha iyo markay dhacaan xisaabta dhabaha ay imanayaan qofkan waa fikiraya waxa u soo baxaysa qofkan inuusan oo mustaqbal u ahaanin gurigaas waa burburaya amba ma baahana ayagoo isqabay qaarkood barta khaasatan hadda shiishado kale markay timiday gabdho badana bartay qoyska marka dhaqaale ahaan u burburinaya akhlaaq ahaan u burburinaya caafimaad ahaan u burburinaya dhibaato weyn waxyaabaha isku xiran oo aadka dadku u fahansanayn waxaa ka mid ah balwadda iyo zinada waa isku agdhow yihiin isku xiran yihiin qofka waxaa laga yaabaa meel inuu u tago ku soo qayla ama qabri ku cabo cidda la joogto oo maxay ahaytood asagane oo si sharci daraa u soo isticmaala amba la soo tunto okay caafimaad daru keenayaa gurigiisii uu keenayaa aids iyo waxyaabo la mid ah amba cudurrada gudbo oo ku gudbo maxaa la yiraahdaa galmada marka aad ayaa u aragnaa qoysas ku dhibaataysan ku burbursan iyo ilmo waxa ugu daranba ilmaha ilmo yar oo la leeyahay soo jiid sigaar uu soo jiidaa markuu shido shiishadii wax ka dhuuqaya hortooda lagu isticmaalayo cunugii marka asagoo la qabsaday
oo balwad uu kala mid tahay inuu biyaha cabaayo ayuu u soo koraya marka dib badan ay qoysas Soomaaliyeed ku